البنات، بغيت نشارك معكم صخيرة ديالي اللي درت ديال الأسبوع. وغادي نبدأ بهاد الحوايج اللي كيحتاجو الثلاجة بسرعة. هانتوما معايا، شريت هاد الرداخات ديال ميرلوسا من ليدل. تشهيت الحوت أنا وبنتي، الحوت مقلي غادي نديرو غدا إن شاء الله. شريت موتزاريلا بيتزا باش يكون عندي في الدار، و كواترو كيسوس هذا دائما خصو يكون عندي في الدار. شريت هاد الفرماج بيو مازدام من ليدل، كانوا دايرين فيه اوفر وخديته. وشريت هاد الكاتشوفه، انا دائما كنشريها من ميركادونا ولا من ليدل، كنشريها كتعجبني مع الخضره، غادي نديرها مع الحيمه اليوم العشاء. شريت هاد الفرماج فريسكو، هذا كيسو فريسكو البنات، راه كيسو فريسكو احسن من الفرماج هذا الاصفار ولا السيمي كورادو ولا الكورادو. علاش؟ لان كيكون كتكون ناقصه الدهون دائما، الفرماج يكون يا اما الجبن ولا الفرماج ابيض كيكون ناقص دهون، على ولا كانت المعزه اكثر. انا كنستعملو بزاف، كناكلو بزاف، يا اما هذا ولا داك بورغوس اللي كنستعمل في لاصالاد، راه ما فيهش كاع الكالوريات بزاف. عاودت جبت لبنتي هاد لي كومبوت، هادو عجبوها. الفرماج كيري كانت سالا ليها، عاود خلفتو. لقيت هاد لوفر ديال فلان دي ويفو بدون سكر، خديته. وخديت يوغور سوجا ناتورال للسحور، يعجبنا. وهادو دانون لبنتي، غادي نديرهم مباشره دابا هنا في العلب ديالهم. دانون ديال بنتي ديال الشريب اللي كتشرب في المدرسه، ولات هادو هنايا هكا في الثلاجه. شريت هاد العطريه، هادي ديال تشيلي فيها الحاره، كاع العطريه للحام للقطاني لكلشي كونكارني، راه ماشي ديال اللحم، راه قريت فيها كلشي هنايا المكونات. فيها الفلفله الحمراء، الكمون، الدكستروسا نوع من السكر، تشيلي الحاره، الثومه، اوريغانو، الملحه، اروما بودي كونترينير تراساس دي تريغو ديال الطحين، البيض، السوجا والحليب والابيو والمستصا والسيسامو، ايديال بارا كونديمنتار، ما فيها حتى شي حاجه خايبه. وشريت الطوفو، هذا الطوفو والسيطان لا بروتين. حنا اليوم غادي نديرو الطاجين باللحم، وغادي ندير الزوج ديالي هذا. وشريت هاد الطوفو الغاس، هذا صحي بزاف البنات، راه كنت هضرت لكم فيه في الفيديو السابق. هذا نديرو على شكل امبورغيسات واحد النهار دابا في رمضان. وبنتي لصقات ليا في اللادو، دابا راه سخنا على الحال، راه عندنا واحد الموجه ديال الحراره، اش غادي نقول لكم. شريت هذا ديال لافاخيه ديال الماكينه ديال القشور، لقيتها اوف حتى هي، خديتها وفيها 40 حبه، وقال لك هذه فيها كلشي طودو ان اونو، باستياس بارا لافاخيه طودو ان اونو، فيها كلشي، يعني فيها الملمع وفيها جو كوا تو، وي فيها كلشي مزيانه. غادي نجربها، انا ما كنشريش شي ماركه معينه. شريت الكاريت كلينيكس، شريت هاد التيكيتات، بعض المرات فاش كندير بريوات ولا كنعمرهم بالخضار، وحدين كنعمرهم بشي حشوه اخرى، دونك غادي مزيان يكون عندي في الدار باش نديرهم فوق البلاستيك. وهادي من ليدل لنتيخه العدس بلا قشور، نزيدو في الصوبه ونزيدو مزيان صحي، كانوا دايرين اوفر في التون خديتهم الحشوات دابا في رمضان. وهذه واحد الباستا خديتها باش تكون عندي في الدار، البنيته ديالي بعد مرات كتعشقها، غيطة تشيكيلين، هذه ليميتاسيون ديال تشيكيلين سميتها ريلياف. وهذا هو الكاريت اللي كنستعمل انا لوجهي البنات، هذا غزال فيه ثلاثة ديال لي كابات، يعني غليظ فاش كتكوني كتمشي تمسحي وجهك الورقه ديالو غليظه كتنشف مزيان، ورخيص كيدير 1 اورو. هاد جوج باكيات كيديو لي شهر انا وبنتي بجوج بينا شهر. وشريت شويه ديال الفواكه والخضار، دابا كتعرفوا راه رمضان بنادم كيتشهى الصراحه، وزيدوا الواحد خصو ياكل الفواكه. شريت هاد الكنطال ولا شنو كيقولوا له، البطيخ، البرقوق الشهديه باردون، هذا عاد خرج عندنا، العنيبات سينسانيات حيت بنتي ما كتبغيش تلقى فيه داك العنيبات. شريت الدنجال غادي ندير بيه واحد لاغوسيت،
وشريت البرتقال، شي ديال الماكله ماشي ديال العصير، العصير عندنا. وهذا البيض كامبيرو، دائما انا كنشري كامبيرو. شريت واحد الراس ديال الشلاضه، كتعرفوا الخضره راه كل سيمانه الواحد خصو يشريها باش ياكلها طريه. لتشوغا شريت القرعه حمراء، انا بها كندير السوبا مع البويرو وكندير فيها البولغور. هذه هي السوبا ديالنا ديال رمضان، البويرو، القرعه حمراء، فليفله، وراه درتها معكم غادي نتقاس معكم الفطور. البطاطا، البصله، وشريت واحد زويته بلديه، هذه ماشي الماكله، هذه الطياب كتكون خفيفه ولكن فيرخان، هذه فيرخان. وشريت هذه حيت شريت الحوت بغيت نقليه غدا، وشريت الزيت الروميه قضات ليا. وهذا ما كان في الخضره والفواكه. وبقى ليا ما وريتكمش، شريت لافوكا، وشريت البركاع، وشريت البيستاش كانوا دايرين فيه اخ، ولكن هذا مالح، بنتي سقط فيها نتوما، ها هو راه خليته. وبغيت نوريكم الماتيريال اللي شريت ديال الليمبياسا ديال التنظيف اللي معتمد عندي، تقاضى ليا الفينيغ اللي قلت لكم راه جد مهم. هذا من الكارفور، راه كاين حتى في ميركادونا. وهذا راه ديال الخشب، كل مره فين منين كنشريه، ماشي ضروري من ميركادونا، شريته هذا من كارفور. وهذه واحد ليخيه كانت عندهم تما، شتها انا ما عمرني استعملتها الصراحه، كنستعملها ديال ميركادونا. اول مره كنشري هذه، فيها الصابون كون ديتيرجينتي. وشريت هاد الصابون مارسي، كان كيدير شي 2.99 ولا ما نعرفت، فيه 40 لافادو. وهذه هي التقضيه ديالي. ودابا غادي نوريكم الفطور ديالنا البنات. غادي نديروا واحد الطواجينه ديال اللحيمه بالخضيره، غادي ندير هنا اللحيمه في الكوكوط، وغادي ندير لها شويه زيت بلديه، غادي ندير شويه الكمون، شويه البزار، شويه الخرقوم، شويه سكينجبير، شويه الملحه، وغندير شويه من هاد العطريه. وعندنا بصله، شويه الجلبانه، شويه الشيفرون، شويه الخضره قرعه، شويه ديال القرعه خضره باردون، وشويه ديال اللقوق. وغادي نزيد واحد البطيطه. غادي دابا غادي نكونديمنتي اللحم، غادي نشرملو مزيان، وغادي نخليه يتعرق مزيان. وهانتوما معايا، هانتوما راني كنشحر شويه اللحيمه العطريه ديالها، صافي تشحر. نزيد لها البصيله، وغادي نزيد الثومه وشويه ديال القزبر والنعدنوس. وهنا بغيت نعسل شويه ديال البرقوق باش تجي الطواجينه على حقها وطريقها. بالخضيره معتبره اليوم العشاء. هانتوما البنات، دابا طابت اللحيمه، رميت الجلبانه، رميت القوق، غادي نرمي هاد القريعات حتى هما، وداك الشيفلور، وغادي نخليه يطيب على خاطر. فاش غادي نخليه حتى يشرب المرقه، نديرو كاع ديك الخضره نخليوها طيب. ها هو البرقوق، ها هو واجد، غسلتو، ها هو واجد. هادو البنات غادي نوجد واحد طوفو مع السيطان، بروتين فيجيتال بيو، كتجي هكا. حنا درنا طاجين ديال اللحم، هو نباتي، غادي ياكل. غادي نديرلو، غادي نقطعو طريفات مربعة، غادي نديرو بالبصلة والزبيب. دابا غادي نديرو هكا على شرائح، نديرو هنا، وغادي نرقدو في عصير البرتقال. تعال نوجد البصلة والزبيب، وغادي نلوحو فيه، نخليه هنا يرقد شويه في هذا البرتقال، كاين السموك يعطيه واحد المذاق زوين. دابا حتى نقليو البصله مزيان، ها هي راه تقلات. غادي نديرو هاد السيطان هنا، وغادي نزيد الزبيب،
شويه مزيان. غندير شويه ديال البزار، غير شويه البزار باش نقسمو ديك البروتين، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال القرفه، القرفه كتعطيه بروتين زوين. تجي زوينه البنات هاك تجي بزاف. وهذاك العصير ديال البرتقال غادي نزيدوه من هنايا، نزيد له شويه ديال الفيز صافي، وغادي نخليه يطيب في هاد المريقه 10 دقائق، حيت هو راه كيجي طايب، كيكون بحال اللي طايب ما كيحتاجش طياب. غادي نزيدو 10 دقائق 15 دقيقه يشرب شويه ديال الماء ديالو صافي نطفيو عليه. وسميتو البرقوق، ها هو واجد البرقوق، عسلته والطويجينه هي علينا وجدات. ها انتم اليوم فطور بلدي، وغادي نديروا واحد العصير ديال البابايا طبيعي بعصير البرتقال. هذا راه 100% عصير البرتقال، ها انتم ما فيهش البابايا، هي كنخليها هي حتى كتولي هكا، شفتوها كتولي كلها حمراء، كنحيد لها القشره الزريعه، وهنا قطعتها هنايا. دابا غادي نزيد العصير البرتقال. انا ما كندير لا سكر ولا والو في العصير، كيما بغى يكون العصير ما كنزيدلوش السكر، هذا قرار وانتم كل واحد اللي كيبغي الحلاوه يزيد السكر، اللي ما كيبغيش راه غير هكا. هذا العصير هذا جد مفيد للناس اللي كيعانيو من لا كونستيباسيون. الفطور ديالنا اليوم هادشي اللي تشهينا ناكلو، ما ناكلو لا صوبا، ما نشربو لا صوبا، ما ناكلو حتى حاجه. طويجينا مباشره مع العصير وبريريدتي مع الفواكه الجافه، الله يجعل البركه. الى عجبكم الفيديو ديالنا ديروا جيم واشتركوا في القناه ديالنا. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، ومع السلامه.